أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لك خاص. نستضيف اليوم دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن داغر، نناقش معه آخر مستجدات الوضع. أهلا وسهلا دكتور. أهلا بك، حياك الله دكتور. إذا بدأنا من حديث الساعة، يعني هناك عودة أخيرة يعني للمرة الثانية للمفاوضات بوساطة قطرية وضمانات الأمم المتحدة، ما هي طبيعة الضمانات التي تقدمت بها دولة قطر وأيضا الأمم المتحدة؟ دعني أول أهني شعبنا اليمن العظيم بمناسبة الذكرى الثاني الذكرى 26 لمايو العظيم. هذه الذكرى التي غيرت حياتنا في 1990. صحيح أن 26 عاما في حياة الشعوب قليلة، لكنها في اليمن أحدثت الكثير من التغيير وأكدت من جديد أننا شعب واحد. سؤالكم فيما يتعلق بآخر المستجدات في مفاوضات السلام، مفاوضات أو المشاورات التي تجري مع الطرف الآخر مع الحوثيين وأنصار صالح، الحقيقة هناك إشكالية ربما لا يعرفها القليلين، هو أن الحوثيين وصالح لم يقدموا التزاما واضحا بمرجعيات الحوار الوطني الذي تم الاتفاق عليها. هم يقولون لولد إسماعيل أنهم ملتزمين بقرار مجلس الأمن وملتزمين بمرجعيات الحوار الوطني الأخرى، المبادرة الخليجية وآلية التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، يقولون هكذا الإسماعيل. وإسماعيل قالها للأمين العام، والأمين العام في جنيف ونحن ذاهبين لجنيف ذلك المرة قال أنه أخبرني إسماعيل بأن الحوثيين وصالح ملتزمين بقرار مجلس الأمن 2260، لكن هم لم يصدر منهم موقف صريح، وخاصة على طاولة المفاوضات على طاولة التشاور. ولذلك عندما وضعت أجندة جنيف 2 الخمسة، الانسحاب وتسليم الأسلحة والترتيبات الأمنية والمسار السياسي والمعتقلين، عندما طرحت هذه المسارات هم ترددوا ثم رفضوها بوضوح يعني، ورفضوها مرة أخرى في الكويت أيضا. خليني ونحن على ذكر الكويت أن نقدم الشكر الجزيل للكويت حكومة وشعبا وأميرا، فهم استضافوا نحن كثيرا، ولكن الأمر مختلف عن 79. في 79 كانت بين شطرين، كانت هناك حربا تلتها مفاوضات توجت باتفاقية الكويت المشهورة التي كانت واحدة من وثائق الوحدة آنذاك، واستغرق الوقت من الرئيسين بضع ساعات وانتهت الأمور. الوضع مختلف الآن، لذلك هذه المشاورات الآن استغرقت أكثر من شهر، والسبب بسيط وهو أنهم لم يكونوا على استعداد لتنفيذ قرار مجلس الأمن، ولم يكونوا على استعداد لتنفيذ المبادرة الخليجية وآلية التنفيذية وكذا مخرجات الحوار الوطني. طيب على اي اساس اذا ذهبنا او ذهبت الحكومه الى الحوار وهي لم تتلقى، رغم انه هناك تاكيدات انه المرجعيات هي مرجعيات التي تم التوافق عليها في لقاء جنيف؟ في جنيف 2 بناء على رساله من الامين العام التي بناها على تقرير من اسماعيل ولد الشيخ، ولكنهم لم يثبتوا حتى انا في تقدير انهم خذلوا الامين العام للامم المتحده، لأنه ربما وثق فيهم وقال أنهم ملتزمين لقرار 22-16. الآن عندما اقتربنا من القضايا وخاصة من قضايا الانسحاب وتسليم الأسلحة، اتضح أنهم غير جادين فيما وعدوا به الأمين العام حينها يعني، أو حتى ما قالوه في وسائل الإعلام. في وسائل الإعلام هم يقولون نحن ملتزمين يعني. الاقتراب من قضايا السلاح وقضايا الانسحاب هو المحك الرئيسي للنيات الصادقة، فإذا هناك نية صادقة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن فهي تبدأ بالانسحاب مرورا بتسليم الأسلحة أو بالتزامن مع تسليم الأسلحة، ثم الذهاب إلى الترتيبات الأمنية والحل السياسي. دكتور، أين تكمن المشكلة؟ يعني هذه المطالب واضحة، الأمم المتحدة تطالب بها، وفد الحكومة يطالب بها، يعني كل الدول 18 راعية للمبادرة وللتسوية السياسية في اليمن تتحدث عنها، بينما الميليشيا تمانع أو تراوغ، ومع ذلك ما زال العالم يطمح أنها قد تستجيب. يعني بالنسبة لنا في وفد الحكومة نعمل أن يحصل تغيير في موقف الحوثيين وصالح،
ونأمل أن تضغط الأمم المتحدة على الحوثيين وصالح لكي يستجيبوا لقرار 22/16، ونأمل من المجتمع اليمني أيضا أن يضغط على الحوثيين وصالح أن يستجيبوا لقرار 22/16، والرأي العام العربي والعالمي أيضا هناك أمل في أن يضغط على الحوثيين وصالح في أن يستجيبوا لهذا القرار. أثبتت الأيام بأن لهم وجهة نظر أخرى، هم يرونها هكذا أنهم سيذهبون إلى الكويت لكي يحصلوا على حكومة توافق وطني، السلاح بأيديهم والمؤسسات والعاصمة وبعض المدن الرئيسية بأيديهم، يعتقدون أن هذا هو السلام. هذا ليس سلام، هذا ضحك على الدهون. أولا أنهم لا يملكون القدرة على السيطرة على اليمن، ثلثي اليمن الأرض، ثلثي الأرض وثلثي السكان الآن خارج سيطرهم، ثلثي اليمن أرضا وسكانا هم مع الشرعية ويقاتلون جانب الشرعية، ثم يقاتل العرب كلهم إلى جانب الشرعية، وفي الأساس المملكة العربية السعودية والإمارات ومجلس التعاون الخليجي. في هذه النقطة يعني تحديدا قضية السلاح، بالأمس كان الناطق الرسمي باسم الميليشيا يصرح أنه لم يستطيعوا أخذ السلاح منا بالحرب، وبالتالي لن نسلم السلاح لهم بالحوار. يعني هل هذا يعتبر ملخص لتفكير؟ هم انكشفوا أكثر أمام الشعب اليمني، لأنهم كانوا يكذبون على الشعب اليمني ويقولون نحن ذاهبين لتحقيق السلام، ومن شروط السلام ومن مرجعيات السلام أنهم يسلموا الأسلحة. السلاح يجب أن لا يبقى في اليمن إلا بيد الدولة، والدولة هذه دائما لها شرعية، والشرعية الآن هي شرعية عبد الرب المنصور الآن وحكومته، وليست هناك شرعيات أخرى. هم حركة تمرد بدأت في 2014 ولا زالت مستمرة حتى الآن. صحيح أن لديها حليف اسمه علي عبد الله صالح الآن وبعض قواته، لكن في نهاية المطاف الشعب اليمني سيقرر من سيحسم الموقف. طيب إلى أن يقرر الشعب اليمني، هل تعتقد أن الجولة الثالثة من العودة للمرة الثالثة للحوار في الكويت ستفضي بنتائج مختلفة؟ توسط أمير الكويت مرتين، توسط العالم أكثر من مرة، هناك ضغوط تمارس على الحكومة عمليا، لكن لا أحد يضغط بشكل فعلي على الميليشيا وعلى الحوثيين، كيف بالإمكان أن نفهم أنه قد يحصل تغير لاحق؟ يعني هو الأمر يتعلق بالأمم المتحدة بدرجة رئيسية، فهم طرف رئيسي في هذه المشاورات، هم الطرف الناظم والمنظم لها، وكذلك المجتمع الدولي وبالذات الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن يملكون سلطات ويملكون إرادة دولية ويملكون قدرة على جعل الحوثيين وصالح يلتزمون بقرار مجلس الأمن. لكننا إذا تصوروا أننا سننسحب من الكويت لأن الحوثيين وصالح متعنتين، لا لن ننسحب، لأن هو ذلك ما يريدونه، ما يريدون الحكومة أن تنسحب ليقولوا للشعب اليمني أننا ذهبنا إلى الكويت، ولكن الحكومة هي التي انسحبت، يعني الحكومة هي التي رفضت السلام، وهذا غير صحيح. ألن يكون هناك سقف زمني محدد؟ هل سنبقى الجميع في الكويت إلى الأبد؟ فليكن يعني لنفترض، شوف بعض المشاورات في دول النزاعات بعضها العربية استمرت أشهر، نحن مضى علينا شهر وبضعة أيام الآن، وليس هناك مشكلة أن نجلس حتى شهر آخر إذا كان هناك أمل للسلام. السلام هو في نهاية المطاف الطريقة الوحيدة التي يمكن أن نجعل الاستقرار في اليمن فيها ممكنا، والسلام هو الطريقة الوحيدة لكي نحافظ به على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها، والسلام هو الطريقة الوحيدة لتنفيذ مخريات الحوار الوطني. طبعا له شروط السلام، لكن ليس من شروط الاستسلام الشرعية، وليس من شروط أن يكون هناك سلاح بيد الحوثيين أو بيد صالح ولا بيد أي حد ثاني، يعني مسألة محسومة فيما يتعلق بهذا الأمر. وليس ولا يتصور الحوثيين وصالح بأن الحكومة سترجع في ظل سيطرتهم على العاصمة وعلى المدن الأخرى. نعم، ربما هناك رهان من قبل الميليشيا على بعض المواقف الدولية المتغيرة، خاصة أن هناك ترويج أن هناك ربما تسوية سياسية قبل ترك السلاح، بموجبها يتم تشكيل حكومة وفاق وطنية لها بصلاحيات واسعة وسحب الصلاحيات من الرئيس هادي. لن توضع العربة قبل الحصان، لن يكون هناك حلول سياسية قبل أن ينسحبوا ويسلموا الأسلحة، هذا أمر يجب أن يكون واضح للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة وللحوثيين وصالح، وهذا هو موقف شعبنا وليس فقط موقف علي عبد الرب المنصور هادي وحكومته، لا هو موقف شعبنا اليمني، لا يريد شعبنا اليمني أن تتكرر المأساة من جديد في اليمن،
بقاء السلاح مع علي عبد الله صالح ولا مع الحوثيين ولا مع أي أحد آخر مدعاه لحرب جديدة، لاضطرابات جديدة، لفوضى جديدة في اليمن. هناك حديث عن أن أو يتم الترويج أن هناك صفقة بين الجانب السعودي وبين الحوثيين بموجبها يتم التخلي عن الشرعية وأيضا تسوية الملف بشكل كامل بما يضمن تحقيق الحوثيين لانتصار في هذه الجولة. أعتقد أنا أن برقية التهنئة التي بعث بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لفخامة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي قبل أمس بالتهنئة بعيد بالذكرى 26 للوحدة اليمنية أظن فيها إجابة ضمنية ومباشرة على أي سؤال من هذا النوع. لن يكون هناك استقرار في المنطقة أبدا طالما هناك مشكلات في اليمن. أمن اليمن من أمن الخليج وأمن المملكة وأمن دول مجلس التعاون بشكل عام، وحتى أمن العالم، الأمن العالمي. إذا بقيت هناك اضطرابات في اليمن فهناك تهديد للأمن العالمي. فهناك مصلحة يمنية وهناك مصلحة إقليمية وهناك مصلحة دولية في تحقيق السلام، ولا يمكن أن يتم السلام باتفاقات جزئية. لكن نحن نشجع إذا كان هناك بعض التهدئة في بعض المناطق لغرض الذهاب وإغرام الحوثيين على التعاطي الإيجابي مع قرار مجلس السلام 22، نحن لسنا ضدها. يعني هل يتم إطلاع الحكومة اليمنية على التفاهمات بين الجانبين؟ نعم، مطلعين على كل خطوة. طيب، هناك تغير في الخطاب الحوثي في وسائل الإعلام التابعة لهم بخصوص السعودية وبخصوص عدد من الدول، تغيرت حدة الخطاب وأصبحوا ربما يركزوا ثقلهم أو ضغطهم على الحكومة الشرعية وعلى الرئيس وعلى الجانب الذي يعتقدون أنه خصما داخليا. يعني حتى نحن إذا استجابوا الحوثيين وصالح للسلام، نعم، وسلموا الأسلحة، حتى نحن بيتغير خطابنا معهم، مش فقط دول الخليج. ليس هذا المقياس، هذا ليس هو المقياس الذي يمكن أن نقيس به المواقف السياسية. دول التحالف لا زالت ممسكة بزمام الموقف العسكري والأمني في هذه المعركة، وطيران التحالف بقيادة المملكة يقوم بدور إيجابي. هذا هو الموقف الذي يمكن أن يقرأ الآن. يقرأ الآن قصة أنه قيل أنهم إخوة ولا أصحاب ولا أصدقاء، موضوع يعني هو في إطار تهدئة النفوس لا أقل أكثر يعني. لكنه ليس بديلا للحلول السياسية وليس بديلا لعودة الشرعية وليس بديلا لتحقيق السلام الذي ننشده جميعا نحن والمملكة والإمارات ودول الخليج العربي. طيب، كيف تقرؤون أيضا خلال الفترة الماضية الدور الإيراني؟ ربما كان هناك حديث أكثر من تصريح تصرحتم به أن هناك دور واضح لإيران، وبينما الحوثيين اليوم يتنصلون من الدور الإيراني ويعتقدون ويقولون أنهم مستعدون، أنهم ذهبوا لإيران فقط لأن السعودية أدارت ظهورها لهم. هل يعني هذا أن فعلا تراجع الدور الإيراني أم أنه جزء من التكتيك يعني؟ وإحنا قلنا والرئيس قال والحكومة قالت أكثر مرة، كل الحكومات اليمنية قالت أن هناك تدخلا إيرانيا في شأن اليمني. إيران دست أنفها في كل صغيرة وكبيرة. وأنا أتذكر مقولة للرئيس الوزراء السابق التركي قال حيث توجد صراعات طائفية ومذهبية فتشوا عن إيران. نعم. أعتقد أننا إذا فتشنا عن إيران سنجدها تحت كل حجر في صعدة، وسنجدها في كل منعطف في عمران أو في مدينة صنعاء. إيران للأسف الشديد أثارت الاضطراب في اليمن بدعمها لحركة التمرد الحوثية وبتدريبها آلاف الشباب من الحوثيين بتقديم السلاح وتقديم الأسلحة والذخائر، أمر لم يعد يحتاج إلى دليل لأن الأمم المتحدة قد ألقت القبض على كثير من السفن المتجهة التي كانت متجهة إلى الحوثيين. ثم هم لا ينكرون هذه العلاقة مع إيران، هم يعرفون ونحن نعرف جميعا أن كوادرهم تعلمت وتربت ابتداء من شيوخهم الكبار يعني بدر الدين الحوثي ابتداء من هؤلاء، رموزهم يعني رموزهم الحوثية. فالمسألة ليست فيها أي قدر من الغموض يعني. إذا لم تكف إيران على التدخل في الشأن اليمني في الأمر، أنا أعتقد يجب أن ننتقل إلى الناس في اليمن، إلى المجتمع اليمني. نحن إذا نحن مجتمع لديه ما يكفي من الحصانة فلن تتمكن إيران بصراحة من اختراقنا. الإشكالية هو أننا منقسمين،
وإيران وجدت فرصة في ظل هذا الانقسام للتدخل في كل صغيرة وكبيرة. وبالتأكيد أنا متأكد أن هذا التدخل سيتوقف حتما عاجلا أم آجلا. طيب لن يقبل شعبنا اليمني باستمرار هذا التدخل في شؤون الداخلية. دكتور، هناك من يقول أن الاتفاق النووي يعني سمح لإيران بالعودة مجددا وبتخفيف الضغط عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هناك تقارب إيراني أمريكي قد يؤثر أيضا على العلاقات الإيرانية في المنطقة ويعززها، وأيضا قد يشكل ضغط على المملكة العربية السعودية والتحالف في اليمن. حتى الآن أنا أرى المجتمع الدولي متماسك تجاه القضية في اليمن، هو متماسك نحو الاعتراف بالشرعية الذي لم يتغير. عبد الرب منصور هو محل دعم من الدول الدائمة العضوية الخمس. صحيح أن روسيا لم تؤيد القرار لكنها لم ترفضه، وحتى الآن مواقف روسيا والصين وأمريكا وفرنسا وبريطانيا تقف إلى جانب الشرعية، كما أنها تقف إلى جانب وحدة اليمن وأمنه واستقراره. أنا أعتقد أن مواقف المجتمع الدولي منذ بداية الأزمة في البلاد، والأزمة كما قلنا بدأت في 2004 وليس في مارس 2015 كما يدعي الحوثيين، منذ ذلك الوقت حتى اليوم هناك موقف دولي داعم متماسك وواضح، داعما للشرعية وداعما لقرار مجلس الأمن وداعما لكل الترتيبات التي جرت فيما بعد في مؤتمر الحوار الوطني. طيب دكتور، كان هناك حديث عن تعرضكم لضغط أو تعرض الحكومة لضغط من قبل يعني سفيرة الاتحاد الأوروبي تطرح أنه لابد من دعم الاقتصاد اليمني ورفض البنك المركزي في صنعاء بسبب الانهيار الأخير الحاصل، ما حقيقة مثل هذه الأنباء؟ يعني هناك أفكار نسمعها، لكن الحقيقة التالية، وهو أننا قد وضعنا كل الإمكانيات وكل الموارد بيد الحوثيين والبنك المركزي. وقيل في بداية الأزمة، في بداية المعركة، بداية الحرب، أن الحوثيين سوف يحافظون على حيادية البنك المركزي، وأن الهدنة التي سموها هدنة اقتصادية سوف تنجح في الحفاظ على اليمن قبل أن ينهار اقتصاديا. لم يتضح، لم يثبت الحوثيين حسن النية، وتصرفوا بثلاثة إلى أربعة مليار دولار هي الاحتياطي النقدي من الدولار الأمريكي في البنك المركزي، فانهار الريال وهو يعاني صعوبات كبيرة. فوق هذا هم لم يعودوا قادرين على دفع مرتبات الناس في المناطق التي تحت سيطرة الشرعية. الآلاف من المدنيين لا يستلمون مرتباتهم، الآلاف من العسكريين لا يستلمون مرتباتهم، كل من اختلف معهم. وفوق هذا هم أوقفوا الموازنات التشغيلية للخدمات العامة، الكهرباء والمياه والمجاري والصناديق، يعني وكذا حتى المخصصات الاجتماعية البسيطة التي كانت كلها يعني. فلم يثبتوا بأنهم أهلا لهذه الثقة التي من كان صاحب فكرة حياد البنك المركزي يعني، وكيف يمكن أن الثقة أنه في يعني كانت هناك أفكار، ولا أعتقد أن احنا مهم جدا نعرف لكن نحن نعرف أن الآثار التي ترتبت على هذه السياسة كانت كارثية بالنسبة لليمن بشكل عام، وخاصة فيما يتعلق بالانهيار المالي الذي تمثل الآن في انهيار سعر الريال وأثره الشديد. هناك أثر شديد خاصة على المداخيل الصغيرة، أصبح مرتبك الآن الذي كنت تستلمه 50,000 ولا 60,000 أقل بكثير من هذا، وفوق هذا في زيادة في الأسعار خاصة في رمضان. طيب كيف الناس يعانون معاناة شديدة سواء كانوا في صنعاء أو في الحديدة أو في عدن أو في تعز أو في مكان اليمن. طيب لم يكونوا آمنين على أموال الشعب اليمني. طيب دكتور، كيف يمكن معالجة تداعيات مثل هذا القرار؟ يعني بالتأكيد أن هناك مخاطر خلال الفترة المقبلة، لن يتوقف الانهيار، وربما نحن كما تقول التقارير الدولية نحن على شفاء مجاعة في اليمن. نحن أبلغنا المجتمع الدولي بأننا في لحظة معينة لن نستطيع بصراحة أن نستمر في هذه السياسات. لازم يفهموا أن الحوثيين قد ارتكبوا حماقات كبيرة فيما يتعلق بالتصرف بالاحتياط النقدي في البنك المركزي، وتصرفهم هذا مخالف لما تم الاتفاق عليه مع الحكومة السابقة فيما يتعلق بالهدنة الاقتصادية، وفيما تعهدوا به أيضا لبعض المؤسسات النقدية الدولية. تصرفوا على نحو أساء إلى السياسة الاقتصادية في البلاد وأساء إلى المجتمع وأساء إلى الناس. طيب نحن نقول لك، خليني أقول لك حاجة، لن بالنسبة لنا في الحكومة الآن لقد أبلغنا أطراف كثيرة وجهات مختصة
إقليمية ودولية، لأن هذا الوضع لم يعد قابلا للاستمرار. هناك مجاعة حقيقية سوف تحصل في اليمن، هناك انهيار اقتصادي وانهيار مالي، ولا بد من وقف هذا الانهيار. كيف؟ فنحن ندرس هذا المسألة. يعني إلى الآن لم تتضح لديكم رؤية كيف بالإمكان يعني أفكار، هل لديكم أفكار من قبل نقل البنك المركزي؟ لدينا جملة من الأفكار، لكن هذه المسألة مرتبطة بأطراف عديدة وبترتيبات مالية واقتصادية لا بد أن تتم قبل أي خطوة يمكن الإقدام عليها. اثنين، نحن نفضل طبعا لو هناك اتفاق وطني عام شامل حول هذه المسألة، لكن كيف تتفق مع ناس يتكلمون عن الحيادية وفوق هذا يتدخلون في أمور البنك المركزي يوميا وبصورة هم يأخذون شهريا على الأقل، وباعتراف المحافظ البنك المركزي يأخذون 25 مليار ريال شهريا من البنك المركزي. إذا حسبتها في إجماليها غير هذا اللي هي واضحة، هذا اللي فيها مستندات حقيقية، إذا أخذتها في مجملها هناك أقل في حدود مليارين من الريالات حتى اللحظة هذه. هذا وضع طبعا أضر بصرف السعر. يعني هل تتوقعوا خلال فترة خروج الناس في يعني في مسيرات في مظاهرات أو في ثورة للجياع أو؟ لا، كل شيء محتمل يعني. وكل السياسات التي يمكن أن تؤدي إلى إفقار الناس لابد أن تكون محرفة. من أيًا كان مصدرها يعني. إذا كان الناس اليوم يتظاهرون مشان الكهرباء في عدن وفي بعض المناطق، شيء طبيعي بكرة يتظاهرون من أي اليمن، من أي حياتهم وأي مستقبلهم. سنناقش موضوع الكهرباء وأيضًا عدن وتعز وغيرها من المناطق، لكن بعد فاصل قصير. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير نعود بعده لاستكمال الحوار مع دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دقر. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد. نعود لاستكمال الحوار مع دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دقر. دكتور، كنا تحدثنا قبلها عن ما حدث في عدن، ربما كان هناك خلال اليومين الأخيرين جملة من الاحتجاجات الشعبية على انقطاعات الكهرباء، وكان هناك أيضا مؤتمر صحفي لمحافظ عدن دعا فيه الحكومة للعودة إلى المحافظة يعني استكمال مهامها وأيضا ممارسة عملها في خدمة الناس. هل لديكم موعد محدد لعودة الحكومة؟ نحن سنعود قريب إن شاء الله. سنعود قريب. لماذا تأخرت عودة الحكومة إلى هذا؟ يعني إحنا كان عندنا جملة، أولا الحكومة عمرها شهر وشوي يعني لسه بدري على وطبعا هناك قضايا تتابع حتى ونحن في الرياض، هناك قضايا كثيرة نحن نتابعها على مستوى الداخل وعلى مستوى الخارج يعني، ومنها أيضا قضية الكهرباء. يعني نحن قطعنا شوط فيما يتعلق بالمتابعة في هذا الموضوع. هناك وعد من الإخوة في قطر بالمساعدة في حل مشكلة الكهرباء في عدن وفي باقي مناطق اليمن. ما هي الشبكة إذا غذيت من عدن أو من الحديدة سوف تغذي كل مناطق اليمن الأخرى، خاصة الشبكة المركزية. نعم. وعندنا وعد آخر من الأخوان في الإمارات، وأنا عندي يعني شعور بأن هذه الوعود سوف تنفذ قريب، وإذا نفذت هذه خلال الشهور قبل رمضان فلن تكون لدينا انقطاعات كبيرة. لكن من باب الاحتياط نحن نتحرك باتجاه آخر. في حالة الفشل، في حالة الفشل سنضطر شراء طاقة. هذا كما كان يحدث سابقا، لكن نعم. هذا أليس باب للفساد وباب نعم بلى يعني بلى، هي هذا إهدار غير عادي للمال العام. نعم. وغير محبب، ولسنا الآن ولا نجري نحن وراه، لكننا في نهاية المطاف سنكون أمام أمرين. أما أن يكون لدينا كهرباء في صيف قايض تعيش الحديدة وعدن وتعز والمكلا وباقي مناطق الصحراء بشراء الطاقة أو لا يكون يعني. نعم. ليست يعني إن لم تأتي مساعدة عاجلة في شأن الكهرباء. هل لديكم أموال أيضا لشراء الطاقة؟ سنفعل المستحيل لكي يكون لدينا مال نوفر به طاقة للناس، طاقة كهرباء للناس. طيب دكتور، هناك يعني بعض التساؤلات في ما يتعلق بالحكومة. صدر قرار بتشكيل أو بتعيينكم رئيسا للحكومة،
أنتم إلى الآن يعني هل لديكم خطة لإعادة تشكيل الحكومة لتكليف وزراء، خاصة أن هناك وزراء غير موجودين، يعني خاصة فيما يتعلق بالوزارات الخدمية؟ بالضبط برنامج الحكومة إلى الآن لم تقوموا بتقديم أي برنامج للحكومة. هي كلها مسائل تستدعي بعضها، عودة الحكومة إلى الداخل، برنامج الحكومة، خططها خاصة بكل قطاع من القطاعات، كلها مسائل يعني ستحضر خلال الأيام القادمة. في هذه الظروف المعقدة نحن نقوم بالممكن. يعني هل بالإمكان تشكيل يعني بدل من الحكومة الواسعة هذه حكومة طوارئ، حكومة يعني كان هناك أفكار من هذه؟ يؤخذ بمثل هذه الحكومات في كثير من البلدان، وخاصة التي تعيش حالة من النزاع الداخلي والحروب. ونحن قد ناخذ في هذه الفكره، لكنها ليست مطروحه الان. الان نحن نريد ان تحقق المفاوضات في الكويت تقدما. فان لم تحقق بعد هذا لكل حادث حديث يعني. طيب الهاجس الامني كان ربما هو التحدي الكبير وما زال. ولا زال. يعني هل هناك خطوات عمليه او يعني انتم بصدد القيام بها من خلال اعاده ترتيب وضع الاجهزه الامنيه والاستخباراتيه والى ذلك؟ هي تجري الان عمليه بناء اكيده للجيش وللامن وللاجهزه الاخرى المساعده كالمباحث والقضاء والنيابه العامه، تجري عمليه بناء لها. صحيح اننا نواجه صعوبات لان المناطق التي تحررت لا زال فيها بعض الاضطرابات الامنيه وعدم وفي بعض والمكلا قبل ايام تحررت. نعم. يعني مؤكد انه الاجهزه التي حطمها الاعتداء الحوثي على الشرعيه ودمرت، هذه الاجهزه تحتاج الى وقت البناء. نعم. التدمير سهل، اما عمليه البناء فهي طويله وشاقه. لكننا متاكدين هناك تجربه، هناك كادر في بلدنا، هناك شعب عظيم يريد ان يبقى وأن يعيش وأن يستقر وأن يبني، ولذلك هذه المسألة هي مسألة وقت. طيب هناك مسألة شائكة ربما تتعلق بالمرحلة المقبلة وصعوبتها. هناك مناطق محررة في الشمال، هناك مناطق محررة في المناطق الشرقية، هناك أيضا مناطق في الجنوب، وما زالت هناك جيوب للميليشيا في بعض المناطق، لكن يلاحظ أنه لا يوجد أداة للربط بينها. هناك مأرب حالة منفصلة عن حضرموت، حضرموت حالة منفصلة وغيرها عن الضالع، عن عدن وغيرها. هل لديكم رؤية أيضا لاستعادة الدولة وحضورها بشكل كامل؟ من قال أن هناك انفصال؟ هناك صحيح وزير الدفاع لا زال في سجون الأعداء، لكن هناك رئيس هيئة أركان تخضع له كل القوات المسلحة أينما وجدت يعني. وهناك أيضا قيادة عربية مركزية تخضع لغرفة عمليات مركزية يعني. ليست الامور بهذا الصوره التي يعني تتصور. الناس يتساءلون لماذا مثلا هناك عدد من المسؤولين سواء الذين يعودون اصولهم للاصول الشماليه لا يستطيعون العوده او الذهاب الى محافظه عدن لممارسه مهامهم او اعمالهم، وربما خلال حتى الحكومه السابقه خلال حكومه الدكتور بحاح او المهندس بحاح الوزراء الذين كانوا من الاصول الشماليه لم يذهبوا الى عدن يعني. مش كل الناس، في ناس يمكن ما اتيحت لهم فرصه الذهاب الى هناك، لكن أنه منعوا لم يمنع أحد يعني. ربما طبعا يعني هناك بعض المتطرفين الذين يطرحون شعارات متطرفة ليست لديهم رغبة في بقاء الوحدة. نعم. مش فقط في مجيء الوزراء من المحافظات الشمالية، لكن هذا لا يمثلوا أهلنا في الجنوب، وإن مثلوا فهم يمثلون جزء من الناس. نحن دائما نقول لا حاجة بنا أن نختلف على قضايا يمكن أن تحل بالنقاش والحوار فيما بيننا. العنف دائما لا يولد الا عنف، ولذلك من يريد ان يفرض وجهه نظره عن طريق العنف في نهايه المطاف سيقود البلاد الى مزيد من العنف. نعم. هنا في هذه المناسبه ربما كان اتوقع الناس اليوم ان يكون هناك احتفاء بالوحده اليمنيه بالذكرى، لكن الشعبي رسميا وشعبيا لم يكن هناك اي احتفال، لم يكن هناك مظاهر، بالعكس ربما كان هناك تعميم لبعض المناطق او لبعض الدوائر الحكوميه في عدد من المحافظات بالغاء في مديرية واحدة يعني. أحدهم تجرأ وقال لموظفي مديريته لا تحتفلوا بهذه المناسبة، لكن هل يلغي هذا الاحتفاء؟ الرئيس ألقى كلمة بهذه المناسبة، وأنا تحدثت في مجلس الوزراء حول هذه المناسبة قبل يومين يعني،
هنأت الرئيس وهنأت الشعب اليمني وهنأت كل الأحرار في بلادنا بهذه المناسبة العظيمة. صحيح ما بإمكاننا نعمل احتفال كبير في الرياض ولا يجوز حتى ليس منطقيا يعني. صحيح. لكننا نفكر في القيام بأعمال كبيرة خلال الأيام القادمة في مناطق عديدة. قلت أنا أن المناطق التي تحررت لا زالت تخضع لجملة من الاضطرابات، هناك القاعدة، هناك داعش، هناك متطرفين يسرعون الفتن في البلاد، لكن في جميع الأحوال هناك شعب يريد الحياة، ونحن ومعظم القوى الوطنية بما في ذلك تيارات مهمة في الحراك متفقين على أن الحل لإشكالية الدولة وإشكالية الوحدة، وهي إشكاليات معقدة، الحل هو في دولة اتحادية من عدة أقاليم. نعم. وسميت هذه الأقاليم. أنا التقيت بكوادر ونخب من أعضاء مجلس النواب ووزراء من الأقاليم الخمسة، من تهامة إلى سبع إلى الجند إلى عدن وإلى حضرموت، فقط لديهم مطلب واحد: اعلنوا عن الأقاليم. وأنا أعتقد أن الرسالة قد وصلت الرئيس، ومن المؤكد أنه يفكر في شيء من هذا القبيل. ليس هناك من مخرج لنا سوى أن نذهب نحو ما اتفقنا عليه، نحو ما أجمعنا عليه، نحو دولة اتحادية من ستة أقاليم. البعض يقول لك لا، أنا أريدها أقليمين. وقصة أن البعض يريدها أقليمين هي قد خضعت للمناقشة في مؤتمر الحوار الوطني، وفي فريق وعطيت هذه المسألة بالذات لفريق القضية الجنوبية. هي أصلا هذه الجزئية تتعلق بفريق الدولة، بناء الدولة، لكنها أحيلت لفريق القضية الجنوبية لحساسية الموقف في المحافظات الجنوبية. وفريق الجنوبي للقضية الجنوبية اختار 16 وأشرف على المناقشات بن عمر مباشرة يعني. وبعد 4 أشهر من المناقشات طرحت فكرة الاثنين، طرحت فكرة الثلاثة والأربعة والخمسة، لم يكن هناك منطق في واحدة منهم. الاثنين عودة إلى التشطير، وبالتالي دعوة للانفصال مرة أخرى، ولم يكن الشعب اليمني موافقا على سلوك من هذا النوع. وثلاثة فيها تشطير وفيها أيضا طائفية، لأنه سيكون هناك إقليم في الجنوب وإقليم في المناطق الوسطى وإقليم في الشمال يعني. وإننا أمام دولة طائفية ومناطقية وشطرية في نفس الوقت. وأربعة ليست عادلة للمحافظات الشمالية التي تكتظ ب 75% من السكان، وخمسة لن تكون يعني مريحة للمناطق الشمالية. فتم الاختيار على ستة على أساس أن يكون هناك إقليمين في المحافظات الجنوبية، إقليم عدن وإقليم حضرموت. غالبية الناس في عدن وغالبية الناس في حضرموت لم يعترضوا كلية، يعني هناك رفض في فكرة الدولة الاتحادية من عند إقليم من بعض الناس، وهذا رأي له أسبابه في الحقيقة. إن لم نأخذ نحن الأسباب التي أحدثت هذا التفكير لدى الناس في المحافظات الجنوبية في رفض الوحدة والدعوة إلى فك الارتباط والدعوة، إن لم نأخذ الأسباب ونعالجها ستبقى المشكلة قائمة، وسيبقى هناك في المحافظات الجنوبية من يشعر بالظلم، ومظلمة الجنوب لابد من معالجتها. وهناك نقاط تم الاتفاق عليها في محريات القوى الوطني، إذا عولجت هذه القضايا كلها أعتقد أن أغلبية الناس في المحافظات الجنوبية سوف يقبلون بفكرة الدولة الاتحادية من عدة أقاليم. طيب، خلال الفترة الماضية شاهدنا أنه عدد من القيادات السياسية المحسوبة يعني تاريخيا على الجنوب عادت مجددا للحديث عن الانفصال واستعادة الدولة وإلى آخره، يعني بينما هي ما زالت خارج الواقع ربما. هل هي تستند أيضا إلى قاعدة شعبية، إلى مطالب شعبية، أم هل تستند أيضا إلى دعم دولي، مساندة دولية؟ أنا أقول لك يعني أن نقول بأن هؤلاء ليس لهم وجود، وأن ليس لا أحد يقف إلى جانبهم، نحن نخطئين ونكذب على أنفسنا. الذين يدعون الانفصال لديهم من يؤيدهم في الشارع في الجنوبي في المحافظات الجنوبية والشرقية، والذين أيضا يتمسكون بالوحدة وفي شكل الاتحادي الجديد ليست وحدة 1990 أيضا يجدون من يؤيدهم في هذا الشأن يعني. والشعب اليمني في عمومه يؤيد دولة اتحادية، يؤيد البقاء على الوحدة وفي شكلها الجديد، في شكل الاتحاد الجديد. من سيحسم هذا النقاش؟ أنا رأيي أن اليمين هم سيحسمون هذا المسألة فيما بينهم بمزيد من النقاش حول هذا الموضوع، لكن بعدم يعني استفزاز الأطراف لا تتفق معك في وجهة النظر. ليس من المنطقي إطلاقا أن يقال لمواطن اليوم ارحل من عدن ولا من حضرموت ولا ارحل من تعز ولا ارحل من صنعاء.
سيكون هذا كارثة علينا جميعا إذا قسمنا الناس على هذا الأساس. يمكنك أن تحاكم المواطن إذا ارتكب خطأ بحق المجتمع أو خرج على القانون، لكن ليس بإمكانك من هذه العقوبات. ليس هناك عقوبة في العالم تقر لك وتعطيك حق طرد المواطن من أي مكان في الأرض في الوطن الواحد. نعم. طيب من المستفيد من مثل هذه النزاعات؟ يعني أنا الآن هناك من يحاول استغلال مثل هذا الشيء ويدعو لخطاب أو للشمال. اليوم المستفيد الوحيد حوثير وصالح. نعم. من هذه السلوكات التي تجري هنا وهناك المستفيد الوحيد هو الحوثيين وصالح. نحن نغذي هؤلاء بمزيد من الشباب الذين يعني يجدون في هذه التصرفات ما لا يتفق وقناعاتهم. يعني الكثير من الشباب لا زالوا مع الوحدة يعني، وللأسف أن الذين يمارسون أعمال مخلة بوحدة البلاد هم يقدمون خدمات لعلي عبد الله صالح ويدفعون بالكثير من الشباب القتال في صفوفهم. طيب المهمة الرئيسية اليوم هي في هزيمة الانقلاب واستعادة الدولة، وبعد هذا نتناقش حول كل شيء. كل شيء جائز فيه المناقشة، كل شيء. دكتور هناك مشكلة أو ربما قضية ما زالت مثار للجدل وربما فيها نوع من الغموض، موضوع تعز وتحرير تعز. ربما موضوع تأخر كثيرا، أخذ من حجم أكثر من اللازم، هناك دمار ربما شبه كلي، هناك وضع إنساني كبير. أين هي تعز من أولويات الحكومة؟ تعز هي قلب اليمن، هي الوحدة. بدون تعز في الحديث عن وحدة اليمن، وحدة استقرار اليمن، هو حديث يعني لا يحمل مضمون كافي ولا يعطينا صورة عن اليمن التي نتصورها في المستقبل. التعز هي عنوان الصمود. أنا في رأيي تعز غيرت الصورة التي كان عليها تاريخ بلادنا خلال الفترة الماضية. تعز غيرت مسار الأحداث وخاصة في جانبها العسكري والأمني، وغيرت مسار الأحداث في نظرة المجتمع. وتعز الآن تقاتل من أجلنا جميعا، وتصبر من أجلنا جميعا، وتضحي من أجلنا جميعا، وأنا متأكد أنها سوف تتحرر قريب، وسوف يندحر الحوثيين وصالح منها، وسوف يتحرر عملياً. ماذا بالإمكان؟ يعني هنا قوات ربما تبع الحكومة وتبع التحالف موجودة في على أطراف تعز، موجودة في كرش، موجودة في مناطق أخرى، هناك أيضا دعم عسكري لا يصل، هناك الكثير والكثير اللي قيل أنه سيقدم إلى هذه المدينة لتحريرها. هل لديكم خطة عسكرية أو هل يتم يعني خاصة أنه الميليشيا لم تلتزم بالهدنة نهائيا في مدينة تعز؟ هي لهم سنة وشوية الآن يحاصرون تعز. لم تسقط تعز ولن تسقط. يعني من يتصور أن تعز سوف تستسلم هو واهم. هذه مدينة أبية، هنا بدأ حركة الأحرار فيها، وهنا بدأت عملية التنوير، هنا بدأت الثقافة الجديدة تتأصل في نفوسنا وفي قلوبنا، والوحدة بدأت في تعز. إذا لاحظنا تاريخ تعز فهي احتضنت الأحرار واحتضنت مناضلي الجبهة القومية وجبهة التحرير. نعم. وكل زعماء الاستقلال في بلادنا. تعز إذا تصور الحوثيين أنها ستسقط بيدهم هم واهمين، لكن تعز تضحي الآن. نعم. ويجب أن تنصر تعز أيضا. نعم. كيف سأتركوا بعض التفاصيل العسكريين ما يناقشونها، مش نحن يعني. لا، هو فقط كحكومة ما الذي بالإمكان تقديمه لتعز حتى على الجانب الإغاثي الجانب الإنساني؟ نحن بالنسبة للجانب الإغاثي قدمنا يعني عملنا ما نستطيع نفعله. يعني في ظل الحصار احنا حاولنا أن ندفع بكميات كبيرة من الإغاثة، من الأدوية، من المواد الغذائية، فكانت الميليشيات والحوثية وقوات صالح تمنعها، تمنع دخولها، حتى تمنع الأدوية من دخولها المستشفيات. يعني طبعا الصورة عند الناس الآن في تعز عن هذه القوات بأنها قوات غازية، قوات مجرمة، قوات تقاتل من ضد إرادة الشعب اليمني. ولذلك أنا أقول مرة أخرى ستجد تعز متنفسا في الأيام القادمة، وأنا أتوقع تغيرات كبيرة على الساحة. هناك من يقول أن هناك خلاف أصلا بداخل التحالف بين دولتين من دول التحالف بخصوص ملف تعز. يعني مش صحيح، مش صحيح. يعني هل تتوقعوا انه خلال الفتره المقبله سيكون هناك وصول للعمل العسكري الى تعز؟ النصر يبدا من تعز. ان اردنا النصر فلنبدا في تعز. طيب دكتور، اذا ذهبنا بعيدا عن تعز، ذهبنا الى البيضاء المجاوره، ايضا هناك مشكله كبيره جدا في البيضاء. بالامس كان هناك قرار من قبل الولايات المتحده الامريكيه الخارجيه الامريكيه باضافه محافظ البيضاء الى قائمه الارهاب. لم يصدر اي تعليق رسمي. انا سمعت هذا في وسائل الاعلام. لم يصنف الحكومه شيء رسمي. يعني في حال لم يصلني اسمه وسائل الاعلام فقط يعني. نعم.
طيب إذا ذهبنا باتجاه الحل أيضا، وضعكم أو وضع المؤتمر الشعبي العام اليوم، الوضع المؤتمر الشعبي العام ربما هناك عدد كبير من القيادات في المؤتمر الشعبي العام أصبحت خارج المؤتمر الشعبي العام، أصبحت خارج أيضا اليمن، هل ما زال يعني الجناح في اليمن الذي يتبع الرئيس المخلوع هو القادر والمتحكم زمام الأمور، أم ما زال لديه الشرعية ذات اتجاه؟ المؤتمر الآن للأسف الشديد يعني مؤتمرين في 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 التوجه ومؤتمرين في القيادة. نعم. هناك قيادة في صنعاء، هناك تأثير لعلي عبد الله صالح، ولا بد أن نعترف بهذا يعني، ولا نستطيع أن ننكر يعني حقيقة تقال يعني. وهناك قيادة خارج صنعاء تقف إلى جانب الشرعية وإلى جانب قرار رئيس الأمن وإلى نعم. جانب بقاء الوحدة وإلى جانب والصراع داخل المؤتمر يجري حول من في نهاية المطاف سيكتب له التاريخ أنه وقف إلى جانب الشعب اليمني ودافع عن مصالحه ودافع عن جمهوريته ودافع عن وحدته، سيكتب التاريخ هذا. والأيام القادمة سوف تقوم بعملية فرز كبيرة داخل المؤتمر الشعبي العام، لأن المؤتمر الشعبي العام حزب كبير وحزب وسطي وحزب له تأييد شعبي كبير وعنده حضور وله تاريخ مجيد يعني، وصاحب ولديه برنامج حتى الآن لا زال أنا في تقديري أنه أفضل البرامج السياسية والفكرية والإجتماعية المطروحة في الساحة، ولهذا هو يحظى بأغلبية بدعم كبير يعني. في الأيام القادمة كل شيء يتوقف على مسار الأحداث السياسية والعسكرية. أنا تقديري الشخصي أن غالبية أعضاء المؤتمر الشعبي العام سوف يقفون إلى جانب الجمهورية والوحدة، سوف يقفون إلى جانب الشرعية في نهاية المطاف يعني. يعني هم الآن جزء من الميليشيا، ربما تم تسليم الجمهورية للإماميين عن طريق بوابة المؤتمر الشعبي العام. نعم دخلت ليس عن طريق بوابة المؤتمر الشعبي العام، مصطلح ليس دقيق، ولكن عن طريق دعم علي عبد الله صالح وعوانه للإمامة الزيدية الجديدة في صورتها الحوثية أو في شكلها الحوثي الجديد. تعاونوا مع بعض، نعم رتبوا مع بعض لدخول صنعاء، احتلوا صنعاء، سهل عليهم دخول صنعاء يعني ساعات، وحسم الموقف في صنعاء، ما فيش عاصمة يمكن أن تحتل في ساعات إلا صنعاء، لأن هناك حرس جمهوري وقف إلى جانب الحوثيين، وهناك حوثيين دعموا الحرس الجمهوري واتفقوا على الخطة في وقت مبكر يعني. نعم. وليس بإمكان الحوثيين أن يتقدموا نحو تعز وعدن لولا الحرس الجمهوري الذي ساندهم، والحرس الجمهوري هو يأتمر بأمر علي عبد الله. يعني بالنسبة إذا جينا لدور المؤتمر الشعبي العام، يعني أليس هو صورة أيضا مصغرة من الأداء السياسي الذي كان لعلي عبد الله؟ أنه هو الحزب وهو الدولة وهو الجيش وهو الأخر. هو الأحزاب التي نشأت في الوطن العربي جزء كبير منها نشأ جزءا من السلطة السياسية ومواكبة لقيام الجمهوريات والديمقراطيات الحديثة في الوطن العربي. ما تستطيع أن تعمل فرز يعني، كل عندنا جميع الأحزاب الرئيسية في اليمن كلها حكمت، كانت تحكم أو استمرت في الحكم أو خرجت من الحكم، لكنها كانت بشكل أو بآخر في الحكم. هذا ليس هو المقياس. المقياس أين يقف هذا الحزب أو ذاك من القضايا الكبرى في البلاد، من قضايا من المصالح العظمى للشعب. لا زلت أقول أنا أن المؤتمر الشعبي يعني في غالبية العظمى قواعد وقيادات سوف يقفون في نهاية المطاف إلى جانب الوحدة وإلى جانب الجمهورية وإلى جانب الشرعية، وسوف يسجدون السلام والاستقرار في البلد القائم على مخرجات الحوار الوطني. طيب دكتور، يعني أنتم الآن كقيادات مؤتمرية في الخارج، ما هو تأثيركم في الداخل؟ هل لديكم تأثير؟ هل لديكم قدرة على قلب الطاولة؟ على يعني هم يحاولون أن يثبتوا في صنعاء بأنهم هم أصحاب القرار وأصحاب التأثير الأكبر. الحقيقة هم يتمتعون بتأثير بحكم المال أو بحكم الهيمنة السياسية والعسكرية في هذه المناطق، لكن أنا عندما شاهدتهم في صنعاء قلت لهم لا تستخدموا بعض أهلنا لكي تثبتوا بأنكم على حق، لستم على حق، مع الحق الذين هم مع الحق هم مع الجمهورية، أما من خالفوا النظام الجمهوري فهم وقفوا مع الإمامة وهم يقفون ضد إرادة الشعب اليمني، طيب يقفون مع التخلف ومع الجهل ومع العبودية ومع الذل، لم يرى الشعب اليمني من الإمامة إلا الذل والعبودية والاستبداد، فمن سيقف مع الإمامة اليوم في صورتها الجديدة هو أيضا يقف مع عبودية الشعب اليمني ومع إذلاله، وهذا شعب عظيم لن يقبل حتى لو كان هذا من كان، لن يقبل أيضا في نهاية المطاف أن يمضي خلف رجل يدعو لإسقاط الجمهورية
ويدعو لإسقاط الوحدة حتى ولو ادعى أنه جمهوري، حتى لو ادعى أنه وحدوي. الوحدة الجمهورية والوحدة سلوك ومواقف، ومن خرج على قيم الوحدة وأخلاقيات الوحدة، ومن خرج على قيم الجمهورية وأخلاق الجمهورية، فإنما يقف في الصف الآخر المعادي للشعب اليمني. نعم دكتور، إذا انتقلنا للملف الخارجي اليمني، هل أنتم راضون عن أداء الخارجي اليمني خاصة أن هناك عدد كبير من السفارات غير بلا تمثيل سياسي؟ لا أستطيع بصراحة أن نحكم على أي أداء الآن لمؤسسات لا تعمل بصورة طبيعية من داخل البلاد، ولا يتحكم وزراءها في دواوين وفي مؤسساتها، المؤسسات التي تتبع لها. يعني أي مطالبة الآن بأن تقبض قبضة حقيقية كما يتوقعون الناس وزراء على وزاراتهم، أتصور أنها مطلب مش دقيق. يجب أن تعود الحكومة، يجب أن تستعيد السيطرة تدريجيا على المؤسسات التي تقع تحت مسؤوليتها، ويجب أن يكون هذه السيطرة شاملة على اليمن كلها وليست على جزء من أجزائها. وهذه العملية تحتاج إلى وقت، من تحتاج إلى إمكانيات، تحتاج إلى إرادة، وتحتاج إلى تغيير جذري في مزاج الناس تجاه الدولة. إذا أراد الشعب اليمني أن يحافظ على بلده موحدا، فلا بد أن يقف إلى جانب الحق، وليس الحق في صالح الحوثيين في جانب الحوثيين وعلي عبد الله صالح. دكتور، يعني الناس بحاجة إلى من يقترب منهم، كيف بالإمكان أن نؤثر في الناس؟ وما زال يعني هناك فجوة كبيرة بين الأداء الحكومي، بين الحكومة وبين الناس في الشارع اليمني. يعني كان قبل يومين وزير يتحدث يقول نحن لسنا وزراء ولسنا حكومة ولسنا دولة ولسنا شرعية، نحن نحاول أن نكون جزء من هذا يعني. أمر شخصية، لكن الحد هذا عبد رب المنصور هو شرعية حقيقية، وشرعية موجودة على الأرض، وشرعية تقاتل على الأرض، ويقف العرب والعالم كله إلى جانبها، وكل وزير هو شرعي ويمكنه الحركة ويمكنه التحكم. لكن ما أقول يعني إذا طالبنا بأن يكون يمارس الوزراء سلطات كما كانوا عليها قبل سنة ونص أو سنتين، فإحنا مخطئين يعني. طيب في آخر مواضيعنا لهذا يعني في أقل من دقيقة، طيب موضوع إعادة الإعمار، هناك الحديث عن أن الحكومة أصبحت لديها خطط، خاصة هناك تخصيص مبالغ كبيرة لإعادة الإعمار في محافظة عدن كمرحلة أولى، هل أصبح ملف إعادة الإعمار جاهزا؟ أيوة، يعني هناك ملفات تجهز. يعني حقيقة الإعمار قضية كبيرة يعني، والإعمار لن يتم إلا في ظل الاستقرار والسلام يعني، وتحقيق السلام أمر في غاية الأهمية. كل الحروب انتهت إلى السلام، وفي نهاية المطاف نحن كشعب يمني سنذهب نحو السلام يعني، وحينها يمكن الحديث عن الإعمار. الآن لا يتم الحديث عن الإعمار كإجراءات لا بد منها يعني عاجلة، الآن يتم الحديث عن الإغاثة. ربما في بعض مشاريع الإغاثة يجري نوع من الإعمار يعني الأشياء الأولية التي تتيح للمواطن مثلاً عودة بسرعة إلى بيته يعني، وخاصة في المناطق التي تحت سيطرة الشرعية، المناطق التي استعيدت من سيطرة الحوثيين. أنا أعتقد أنه ممكن يكون فيها بعض الإعمار، ويمكن أن تنشط فيها الإغاثة بشكل أفضل، وتقدم بعض الخدمات والعون. في السؤال الأخير، هل أنتم جاهزون للعودة للعمل العسكري في حال تعثر الحل السياسي؟ إذا لم ينصاعوا، أنا أقولها بوضوح، نحن نريد السلام، وليست الحرب هدفا ولا رغبة لدينا. وليس هناك شعب حقيقي يريد أن يعيش في حالة حرب ونزاع مستمرة. لكن في نهاية المطاف لدينا إرادة وطنية لمحاربة الإنقلابيين، ولدينا إرادة إقليمية، ولدينا إرادة دولية، وسوف نستخدم كل هذه الإرادات لدحر الإنقلاب وهزيمته، والعودة إلى صنعاء واستعادة الدولة، والحفاظ على البلد موحد وآمن إن شاء الله. شكرا جزيلا سعادة دولة رئيس الوزراء لاتساع صدركم لأسئلتنا، وأيضا لتخصيص هذا الوقت رغم انشغالكم الكبير. نقدر ونثمن لكم هذا التعاون. أعزائي المشاهدين، في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي الكريم دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر. كونوا معنا في حلقة قادمة من برنامج كان خاص.